حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حفل الاستقبال الذي أقامه السيد محمد بن سعيد الطاير بمناسبة زفاف نجله حميد إلى كريمة السيد عيسى خلفان بن خرباش. حضر الحفل الذي أقيم في منزل الطاير في منطقة مسقين في دبي مساء اليوم عدد من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد وأقارب العروسين الذين تلقوا تهنئة سمو ولي عهد دبي ومباركته للعروسين زفافهما الميمون. حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حفل الاستقبال الذي أقامه السيد محمد بن سعيد الطاير بمناسبة زفاف نجله حميد إلى كريمة السيد عيسى خلفان بن خرباش. حضر الحفل الذي أقيم في منزل الطاير في منطقة مسقين في دبي مساء اليوم عدد من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد وأقارب العروسين الذين تلقوا تهنئة سمو ولي عهد دبي ومباركته للعروسين زفافهما الميمون.